في هذه الحالة بقى ايه الطرق اللي ممكن اصحاب هذه الامراض المزمنة تحديدا ازاي يغطوا بالهم خلال فصل الصيف؟ هل الموضوع متعلق فقط بالمية؟ طبعا ميه نمره واحد. يعني احنا الاول ان احنا نتجنب ان احنا نبقى موجودين في درجه حراره مباشره او في الشمس المباشره، ما نعملش اي مجهود بدني زياده عن اللزوم في درجه حراره في المكان، في اماكن مفتوحه. في ناس شغلها بيتحتم عليها ان هي تبقى موجوده مثلا في الشمس الساعه 3 الظهر، ده لازم يكون حاطط طبعا حاجات وقائيه للجلد وحاجات وقائيه للراس، ولازم يبقى بيشرب ميه كتير وازازه الميه جنبه طول الوقت. ممكن يتطلب منه ان هو مش بس ياخد ميه واملاح عشان يتجنب الجفاف، ممكن ياخد مثلا محلول معالجه الجفاف محطوط في ازازه الميه عشان يتجنب ان هو يحصل جفاف بصوره كبيره. الناس اللي بتلعب رياضه طبعا تتجنب الاوقات اللي هي فيها درجه الحراره عاليه. الملابس طبعا تبقى قطنيه وخفيفه، كل ما اقدر ان انا اقعد في مكان مترطب بصوره جيده ده هيبقى افضل قدام مروحه مثلا او حاجه. بس طبعا نمره واحد هي شرب الميه، او الميه كمان اللي معاها املاح لو انا اضطريت ان انا اخد محلول معالجه الجفاف. طيب، هو مفيش شك طبعا ان الميه مهمه جدا جدا لجسم الانسان ولوظائف كل اعضاء جسم الانسان، لكن احنا في الشتاء زي ما ذكرنا ان احنا تقريبا ما بنشربش ميه في الشتاء، وفي ناس للاسف حتى في الصيف مش متعوده تشرب الميه. ده حقيقي. لازم اقول لك انه احنا ممكن نعوض شويه من الميه دي عن طريق الخضار والفاكهه اللي فيه ميه. يعني مثلا احنا ربنا انعم علينا بالبطيخ الجميل، البطيخ الجميل ده حوالي 95% منه ميه، فدي حاجه جميله، السعرات الحراريه بتاعته مش عاليه وجميل جدا. الخيار، الطماطم، الفراوله، الخس. معلش الف سلامه يا فندم. ميرسي، الله يسلمك. الخس، الخيار، كل ما هناخد حاجات فيها ميه كتير كل ما ده هيساعد على الترطيب. غير كمان ان احنا ممكن نشرب ميه، متقطع معاها مثلا شرايح ليمون، متقطع معاها خيار. لكن في ناس تيجي تقول لك بقى انا هاخد عصير بقى، اخد عصاير بقى. اول حاجه هي العصاير دي سواء فريش او سواء معلبه، خلينا نتكلم عن الفريش الاول. ما هو ده سعرات حراريه وسعرات حراريه عاليه جدا، وممكن كمان يبقى متضيف لها سكريات، فده هيزود السعرات الحراريه بتاعتها بصوره اكبر. فاذا انا مش مسموح لي ان انا اخد عصاير فريش كده على عمال على البطال. ممكن اخد حاجات عشبيه، يعني ممكن اخد مثلا ليمون ومعاه نعناع، ممكن اخد نعناع فريش مثلا، ممكن اخد مثلا حاجات زي الكركديه مثلا، او الحاجات اللي هي مشروبات رمضان اللي احنا كنا بنتكلم فيها. الحاجات دي ما فيهاش سعرات لو احنا ما اضفنا لهاش سكريات بكميه كبيره.